خلوني أعرف بشكل يعني علمي أكتر ما هي يعني مواصفات الكمامة الطبية الصحية المفروض من دكتور ميسة شوقي، وهي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة. يا دكتور ميسة أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة، صحة وسعادة دايما وسلام. ايه الموضوع؟ ايه هي مواصفات الكمامة الصحية الموضوع انه احنا وصلنا عند محطة مهمة وفارقة تمام. في السيطرة على مرض الكورونا المستجد. تمام. النهاردة الدولة بتنادي كل المواطنين ان يكون عندهم كمامات، بتسميها الكمامة الاجتماعية. الناس كلها ممكن تحضرها في البيت من غير تكلفة او تشتريها بتكلفة بسيطة وترتديها بامان تام وتتحرك في المجتمع وهي أكثر حفاظاً على نفسها وعلى غيرها. الكمامات أو الماسكات القماش موجودة في أوروبا وموجودة في أمريكا وموجودة في أستراليا من بدايات الأزمة. أنا الحقيقة سعيدة أن أنا كنت من أوائل الناس اللي ظهرت في برامج التلفزيون المختلفة عاملة كمامات قماش وعرضتها على الناس من خلال التلفزيون عشان يعرفوا أن ده أمان. كل الناس اللي ما بيدخلوش المنشآت الطبية ما بيروحش العيادة الخارجية في مستشفى أو لا يتردد على مستشفيات مش محتاج الماسك الجراحي، محتاج الماسك الاجتماعي. الماسك الاجتماعي دوت أروح بيه فين؟ أركب بيه المواصلات، أروح بيه الشغل بتاعي، أركب بيه الأسانسير مثلا، بحيث أن أنا أوفر لنفسي حجب للرذاذ اللي طالع من أنف الغير ومن أنفي كذلك علشان ما نأذيش بعض. تمام. حلو. ليها صفة هذه الكمامة فضل. إنها تكون مصنعة من ثلاث طبقات من القماش، مش طبقتين، ثلاثة، وإنها تكون محكمة الإغلاق على الوجه. المساحة بتاعتها بتغطي من أعلى الأنف لأسفل الدقن، الدقن من تحت تمام، ومن الودان اليمين للأذن، الأذن اليمين للأذن اليسرى تمام، وتكون محكمة الإغلاق. دي المواصفات بتاعتها. وانا بلبسها براعي نفس المحاذير بتاعه ارتداء الكمامه الطبيه، يعني بغسل ايدي قبل ما امسكها عشان البسها، ولما اقلعها بحطها تتغسل في ميه وصابون لان دي طريقه التعقيم بتاعتها. تمام. وانشرها، اشطفها وانشرها تنشف والبسها تاني يوم. تمام. لازم كل فرد يبقى له الكمامات بتاعته، ما ينفعش ان احنا نتداول الكمامات في الاسره الواحده. يعني انا لو انا خارجه هلبس الكمامه بتاعتي لها لون محدد مثلا فليكن لونها اصفر، فيبقى معروف انه احمد في البيت الكمامات بتاعته لونها اصفر تمام، ومها في البيت الكمامات بتاعتها لونها مثلا لبني وهكذا. ده بيكون دليل او بيكون في اشاره لخصوصيه الكمامه. لازم نتفق انها لو تتغسل بميه وصابون اي حد ممكن يستعملها، وطبعا ممكن تتغسل بالميه وصابون واكويها بالمكوى عشان اطمن اكتر انها اتعقمت تمام.